قد تحدث الشريك المؤسس لمجموعة إكويتي والرئيس التنفيذي لإكويتي سيكوريتيز تحدث محمد الأحمد في لقاء خاص مع سي إن بي سي عربية عن ترخيص الأو تي سي التي حصلت عليه الشركة مؤخرا من هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يتيح تداول المشتقات والعملات الأجنبية عبر شبكات الاتصال والسوق الفوري بموجب الفئة الأولى من دليل لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع للأنشطة المالية. نتابع. تسعى دائما مجموعة إكويتي للتعامل أو للعمل مع هيئات رقابية مرموقة للحصول على تراخيص تساعدنا للتقرب من عملائنا في على الأرض، وكان لدينا تجربة ناجحة جدا في أفريقيا وبالأسواق الناشئة. وفي الحقيقة توجه الشركة استراتيجي يقوم دائما نحو الأسواق الناشئة. في الحقيقة كما عودتنا دائما دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في جميع القطاعات، وليس فقط بقطاع المال والأعمال. فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا تحديدا في العام الماضي الشهر الخامس عام 2021 كتيب يهدف من خلاله إلى إعادة هيكلة تعليمات منظمة لأسواق المال، وقامت بتقسيم الأنشطة المالية إلى 5 فئات. الفئة الأولى هي التعامل في الأوراق المالية، والفئة الثانية هي التنظيم والمقاصة، الفئة الثالثة وهي فئة الترتيب والمشورة، والفئة الرابعة هي التصنيف الائتماني، والفئة الخامسة هي التعامل في الاستثمار. في الحقيقة أصدرت الهيئة ترخيصا جديدا تحت الفئة الأولى، وهو يهدف إلى السماح لشركات الوساطة للتعامل أو للتداول بالأسواق المالية الإلكترونية تحت سقف الهيئة، وهو ترخيص عقود المشتقات الغير منظمة في السوق الفوري والعملات طبعا في السوق الفوري. كما أكد الشريك المؤسس لمجموعة إكويتي والرئيس التنفيذي لإكويتي سيكوريتي كارنسيز بروكرز محمد الأحمد في مقابلة مع سي إن بي سي عربية على كفاءة الأسواق المالية والتي صمدت في وجه الجائحة وما زالت أرضا خصبة للفرص على الرغم من التذبذبات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إضافة للمشاريع التوسعية للشركة وتعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. مجرد نحن نعدي هاي الجائحة اللي هي ما أدت إلى انهيار السوق، وأثبتت أن الأسواق العالمية والمالية ذو كفاءة عالية جدا، ما بتتأثر مهما كانت العوامل الجيوسياسية قوية حولها. هلأ في الحقيقة الأوضاع الحالية اللي عم بتصير حول العالم راح تأثر إلى خلق تذبذبات قوية جدا بالأسواق المالية، ممكن من خلالها يكون في استفادة للبائع وللشاري من خلال هذه التحركات. وعم نشوف كمان بيصير كلاينت أو عملاء دايما بتوجهوا لأنواع ستوك معين أو سهم معين أو كوموديتي معينة مستفيدة من التغيرات السياسية حاليا اللي عم بتصير في السوق. بنرجع بنقول انه السوق بخير ودائما عم بخلق ليكويديتي، وعم نشوف دائما فرص موجوده ممكن يستفيد منها المستثمر على جميع القطاعات او ديفرنت اسيت كلاس الموجوده بالفاينانشال ماركت ان جنرال بالاسواق العالميه. التنافسيه دائما موجوده، بهمنا نتميز بتقديم خدماتنا من خلال العمل مع المجتمع والحكومه والهيئات الرقابيه المرموقه لحتى نقدر نقدم افضل سيرفيس وافضل خدمات نمثل منها إكويتي ونمثل من خلال الدوله. يعني على سبيل المثال كان في عندنا خطوات ناجحه جدا، كان مستثمرين يتعاملوا معنا من اليابان ومن هونغ كونغ ومن حول العالم من امريكا اللاتينيه لحتى الكلاينت يتعاملوا مع شركه إكويتي موجوده بالامارات للتعاون مع البنوك الاماراتيه الموجودين اللي نحن بنتعامل معهم كمان على سبيل المثال في الامارات العربيه. الموضوع بهمنا دائما يكون في تنافسيه لاني بخلق دائما فرص بين الشركات لتقديم الافضل.
بقدر أعطي مثال على أحد المبادرات اللي قامت فيها مجموعة إكوتي أو شركة إكوتي مؤخرا بالإمارات العربية المتحدة بالتعاقد مع هيئة الطرق والمواصلات في الدولة إلى تسمية محطة أم الشيف باسم محطة إكوتي. هذا يظهر لعملائنا أنه نحن نكون قريبين من العملاء، موجودين بالمجتمع، بدل بالمجتمع بشكل قوي.